فيها أشياء ثانية مثل البرونكايتس والبرونكيولايتس. هذا إشي ثاني قد لا يكون دائما لايف ثريتنينج، لكنه هذا بتشوفه يعني كثير جدا جدا جدا، سواء اشتغلت في مركز صحي أو أنت طبيب امتياز الإسعاف أو وين ما كان، أو حتى أنت طبيب العيلة. هلأ أنت لما بتدرس طب كل عائلتك وقرايبك من سنة أولى ببلش يجيب لك أعراض وأمراض ووصفات وعلاجات ومش عارف إيش، وبتعرف دكتور وبتعرف كذا لأنه أنت هلأ طبيب. فما بصير تكون طبيب والدنيا هلأ شتا والناس بتأحح وبتنحنح وإحنا ما بنعرف يعني كيف الميجر ثينكس اللي لازم أعرف عن lower respiratory tract infections. هذا بس سلايد مراجعة، زي ما قلت لكم لما الواحد بفهم الأناتومي والباثوفيزيولوجي كتير بسهل عليه. عندك الأبر ريسبيراتوري تراكت هي اللارينكس وما فوقها، ما لنا دخل فيه بمحاضرة اليوم. بسادسة عندكم سيمينار أبر ريسبيراتوري تراكت انفكشنز، انتوا راح تحكوا لنا عنهم. اللور لأنه كتير أدمشنات بالمستشفى كمان بتصير بسبب اللور غير عن زيارات الإي آر. وإت كود كومبليكيت أند بي لايف ثريتنينج. لور ريسبيراتوري تراكت يعني بتشمل التراكيا وما تحتها، يعني البرونكاي واللنجز، واللنجز فيها برونكيولز وفيها اللنج بارينكيما. لور ريسبيراتوري تراكت انفكشنز لذلك تشمل البرونكايتس، البرونكيولايتس والنمونيا اللي هي انفلاميشن اوف ذا لنج بارينكيما او اي كومبينيشن اوف ذيز ثري. راح نبلش بالنمونيا اللي هي اللنج بارينكيما. بس هذا anatomic definition of pneumonia is a lower respiratory tract infection of lung parenchyma and airways with consolidation of alveolar spaces. طيب أنا شو بستفيد منه؟ إنه بدي أعمل X-ray عشان ال consolidation رح تظهر عندي بيضة مش سودة زي الهواء. هلا منورجيكم X-ray. lower pneumonia إذا هال opacity localized to one or more lung lobes. برونكونومونيا إذا هالأوباسيتي أراوند برونكاي، فبتلاقيها باتشي هون شوي هون شوي هون شوي. إتيبيكال نومونيا هي ديفيوز أو انترستيشيال نومونيا. It is caused by إتيبيكال مايكرو أورجانيزمز. فعلاجها مش نفس علاج النومونيا الثانية. والإتيبيكال نومونيا is very very common واحنا بنقدر نعالجها بشكل بسيط اللي هو الماكرولايتس. ماشي. انترستيشيال نومونيا از انفلاميشن اوف وولز اوف الفيولاي الفيولار ساكس ودكتس كاركترستيك اوف فايرال انفكشنز اور كرونيك انفلاميشن اور فايبروسيس. بالاكس راي ما بقدر اميزها عن انواع النومونيا الثانيه، بس مرات بتطلع لي زي جراوند جلاس، مرات بتطلع لي انه كل اللنج شوي بيضاء ابيض من اللازم. عشان اشخصها لازم سبايرال تشست سي تي، وهي بنستعملها كثير بالروماتولوجي. انا روماتولوجيست مش بس انفكشوس ديزيز، نستعملها بالامراض السيستميك ديزيزز اللي ممكن تو بي كومبليكيتد باي لنج فايبروسيس مثل سيستميك سكليروسيس سيستميك اونست جي اي اي الى اخره. النمونيا قسموها كلينيكال، احنا بنشتغل كلينيكال. اجوا الاطباء قال انا بدي اقسمها كوميونيتي اكوايرد نمونيا وهوسبيتال اكوايرد نمونيا. كوميونيتي اكوايرد يعني جابها من الكوميونيتي مش من المستشفى عندنا. And so it's not during the admission. وهي اي نمونيا بتصير قبل الدخول او خلال اول 48 ل 72 ساعه من الدخول. ليش؟ لانه في انكيوبيشن بيريود. يعني إذا هلأ أنا infected with pneumonia وهلأ أنا دخلت، شو دخل المستشفى؟ طب دكتورة كتير مهم نميز؟ حالياً لا، بس مع الزمن شركات التأمين اللي بأمريكا من زمان بتعمل هذا الحكي، بتقول لك هذا النمونيا تشخص بعد أسبوع من الدخول. This is your problem. لأنه مستشفاك ما بعمل infection control. I'm not gonna pay for it. لعلاج المريض أنا ما رح أدفع، انت كمستشفى بدك تدفع. المستشفى مين بتيجي؟ الطبيب. انتوا الاطباء ليش ما بتعملوا انتوا التمريض؟ ليش ما بتغسلوا ايديكم؟ ليش ما بتلبسوا كمامات؟ ليش ليش ليش؟ فهناك بترتب عليها مشاكل ماديه، لانه بصير والله ناس كتير بسبب المستشفى صار عنده نمونيا.
الهوسبيتال اكوايرد نمونيا زي ما قلنا اي شيء بعد ال 48 ل 72 ساعه افتر ادمشن، لانه هذا تعدى الانكيوبيشن بيريود للباثوجنز اللي اخذها من الكوميونتي. فهذا المشكله احنا بالهوسبيتال. هلا هاي المحاضره مش عن الانفكشن كنترول، بس احنا بالانفكشن بريفنشن كثير مهم الانفكشن كنترول اللي هو ايزوليشن او بريكوشنز. يعني انا البس كمامه ولا لا، البس كفوف ولا لا، البس جاون ولا لا، احط المريض معلش احط الجاسترو انترايتس مع بعض ولا لا، هذا المريض ابو مينينجايتس معلش احطه مع غيره ولا لا، عرفت؟ فهدول الاشياء كلياتها هي اللي بتوقعنا بمشاكل انه هوسبيتال اكوايرد ولا لا. مش بس للناحيه الماديه صراحه، يعني I don't believe انه احنا كاطباء من الناحيه الانسانيه we feel comfortable harming people، صح؟ انت ما بدك تاذي حدا، لما ما تلتزم بهاي الامور انت عم تاذي حدا. وهي من الاشياء اللي انا بضل بقول الطبيب الانسان مش اللي بيلتعن فاطس ويجاوب التليفون بنص الليل حتى لو هو مش مناوب، لانه انت وانت تعبان راح تبلش تخبص وراح تخربط وراح تعطي دواء غلط. فانت اذا مش عيادتك ومش شفتك ومش لازم تجاوب، اذا انت حاس انه جاء عبالك تجاوب is fine، بس you don't have to باسم الانسانية. لكن باسم الانسانية لازم تلبس كمامة بالوضع اللي بدك اياه، باسم الانسانية لازم تلبس كفوف عشان ما تنقل الانفكشن، باسم الانسانية لازم تحط المريض بالغرفة الصح وتحط له ساين للعزل عشان ما يجي الزائر مكيف على حاله ولا طالع بنمونيا او غيره. فكل هاي الاشياء تتبع الانسانية، مش بس عشان يدفعني التأمين ولا ادفعه التأمين. انا ما بدي اذي المرضى او زوارهم او المرضى التانيين اللي داخلين في المستشفى. نرجع لموضوعنا بالنمونيا. اجوا حكوا طيب هاي كوميونيتي اكوايرد او هوسبيتال اكوايرد، بس انا مش كثير بستفيد منها، يعني دائما بدي اشي كلينيكال. اجوا الاطباء قالوا خلينا نقسمهم لتيبيكال نمونيا او لوبر نمونيا، هي نفسها واتيبيكال نمونيا. اي اشي لوبر، شوف هاي التشست اكس راي ماشي، هذا الجزء من اللنك الابيض اللي على الرايت لور بارت، هذا تقريبا اخذ كل اللوب. هلا مو شرط زي ما برسموا لك اياها انه يكون ابيض من النيل للفرات، يعني مش شرط انه يكون من اولها لاخرها. شوف هون في شويه اير وشوف هون في شويه اير، بس انه معظم الرايت لور لوب از اوباسيفايد. هي ذس از لوبر نمونيا. هذا اللي راح تشوفه بحياتك العمليه، مش بالكتب او بالاسئله اللي بنجيب لك اياها بالامتحان بتلاقيها كطلس ماشي. هذا لوبر نمونيا نعم، حتى لو في هنا شويه سواد، بس هذا هلا لما تشوفوها على اللابتوبات تبعونكم هذا از اتيبيكال نمونيا. هذا هون في شوي هون في شوي هون في شوي هون في شوي، اوكي. هاي باتشي انفلتريشن. الباتشي انفلتريشن يعني لوبر نمونيا ذا موست كومن كوز از ستريب نمونيا، وبصير بالبري سكول تشيلدرن، بس لا يعني انه ما بصير بغيرهم. بري سكول تشيلدرن يعني تحت الاربع سنين، بس لا يعني انه ما بصير بغيرهم. يعني انا مره جبت بالامتحان ايام ما كان في ميني اوسكي، جبت واحد عمره كانه 10 سنين وعنده لوبر نمونيا. شو الموست كومن مايكرو اورجانيزم؟ ما تجاوب السؤال صح. ليش؟ لانه بقول لك انا حكيت بري سكول تشيلدرن. احنا ما عندنا شيء اكسكلوسيف، كل اللوبر نمونيا سببها ستريب نمونيا يا جماعه. الاتيبيكال نمونيا لها اسباب كثيره، قد تكون فايرال زي الانفلونزا والادينو فايروس، قد تكون الاتيبيكال مايكرو اورجانيزمز مثل المايكوبلازما والكلاميديا، قد تكون بالاولدر ايج ليجونيلا، ما بنشوفها كثير بالاطفال الا بالاميون كومبرومايز. طيب قديش انت بتشوف تشست اكس راي زي هاي ومريض بيقحقح؟ وشو يعني اتيبيكال؟ يعني شكله كويس، صدره لما بتسمعه كويس. باجي بعمل الاكس راي بخاف منها، بقول يا لطيف هاي الاكس راي كلياتها طيب باتشز. فالاكس راي از ورس ذان ذا كلينيكال برزنتيشن وذا كلينيكال اكزام. لما تشوف انه والله في اير انتري وشيء بس الاكس راي سيئه، ذس از اتيبيكال نمونيا. طيب كيف بدي اعالجها؟ ماكرولايدز ازيثروميسين. بيجيك مندوب الزومكس بقول لك انا بعالج، انا بعمل، انا بسوي، انا بعمل. هذا انت الطبيب، انت صمام الامان. مش كل شيء بقول لك عليه لازم تستخدمه، عرفت؟ او ما لازم تستخدمه. مش كل دراسه بورجيك اياها لازم تقبلها او ما لازم تقبلها. فيعني اطلع على الستاتستكس، على البوبوليشن تاعت الدراسه، اطلع على
الدواء انا شو عم بعالج؟ مش لانه قبل شوي كان عندي مندوب مثلا السوبراكس بدي اعطيه سوبراكس، لا انا هلا عندي اتيبيكال نمونيا. هدول الاتيبيكال مايكرو اورجانيزمز ما عندهم سيل وول، يعني اذا بدي اعطيه اموكلان اوجمنتن ما هو قوي. البكتيريا مش مصارعه حره، هي ليست على الاقوى والافعل والابصر، ايش صيغ المبالغه هاي، هي على ايش بيشتغل وين. فالايش هذا ما عندوش سيل وول، فبدي اعطيه شيء يشتغل وين؟ جوا السل. بدنا الماكرولايتس لانهم بيشتغلوا على الرايبوسومز، فهذول بكتيريوستاتيك وما بفيده لو اعطيته كل البنسلين اللي بالدنيا، لو اعطيته كل السيفالوسبورين اللي بالدنيا. دكتور اعطيه ابره سيفتريكسون، لانه الاهل مرات بيجوا بطلب بدي ابره من هاي، شو هاي اللي هي سيفتريكسون او ثيرد جينيريشن؟ ثيرد جينيريشن اقوى شيء، بس ابنك ما عنده لوبر نمونيا. لو عنده لوبر نمونيا سببها ستريب نمونيا، هاي الاخت عندها سيل وول، هي بقدر اكسر سيل وولها واكسر راسها كمان بالبنسلين بالسيفالوسبورين باي انتيبيوتيك. اذا حدا اخترع لي شيء بالمستقبل بياثر على السيل وول، فانت لازم تعرف مع مين عم تتعامل بالاول من البكتيريا. مش هذا الدواء كويس للريسبيراتوري انفكشنز، انت بتقح خذ لك هالدواء. انت شو عندك وشو ما عندك؟ اللوبر نمونيا مريضك بيكون عنده هاي فيفر، مريضك ممكن يجيك بريسبيراتوري ديستريس او لا، بيكون مور سيك من اللوبر نمونيا. وانت بهاي المنطقه هاي ليش صارت اصلا كونسوليديتد؟ من الانفلاميشن، الوت اوف فلويدز، ما في اير جوا الاير ساكس، ماشي؟ فانت لما بدك تسمع بالسماعه ما في اير انتري على هاي المنطقه، ما في اير انتري. لما بتيجي بتعمل بيركشن بدها تكون ضل لانه ما في هواء اصلا، عرفت؟ فانت يعني عندك كل الفايندينجز هنا بيدلك انه في كونسوليديشن او افيوجن او شيء زي هيك. ذا بيشنت از ديفرنت سواء بالبرزنتيشن او بالاكزام عن الاتيبيكال نمونيا. طيب ناخذ الكلينيكال ساينز اند سيمبتومز. شو ماله؟ مفلوز، عنده التهاب رئوي، عنده ابصر ايش. الناس تحكي لك اي حاجه في اي حته يعني، فانت اللي مرشح يعني في عنده نيزل سكريشنز وإشي زي هيك. اللي عنده لور ريسبيراتوري تراكت بدها تكون السيمتومز تبعاته من اللور، فهذا بيجيك التشيف كومبلينت كاف، ديسنيا، تكيبنيا، فيفر، تشيلز، بلوريتك تشيست بين، يعني كل ما ياخذ نفس بصير في عنده وجع. بالفيزيكال اكزام عشو بدك تركز لما بيجيك مثلا بالاسكي حاله، لانه هلا بنصير نجيب لكم حالات، بيجيك حاله او بيجيك على الاسعاف. الاسكي هو تجسيد للاشياء الاسعاف اللي راح تشوفها. بيجيك مريض عنده كف وريسبيراتوري ديستريس وإشي، شو بدك تعمل فيه؟ وانت طبيب امتياز راح تبلش بالفايتال ساينز، الاو 2 ساتوريشن مهم، الريسبيراتوري ريت مهم، الساينز اوف ريسبيراتوري ديستريس، الفليرنج اوف الانيزاي، الريتراكشنز مهمه. بعدين بدي اسمع الصدر، كراكلز، رالز، برونكيال بريذنج، ديكريز اير انتري مهم، dullness to percussion مهم، tactile vocal fremitus او resonance مهم. هدول لكم لانه انتوا اول روتيشن، انا بحطها بكل المحاضرات يعني، بس انتوا بالذات راح تستفيدوا من هدول الفيديوز. احنا هنا بشغلش اتوقع فيديو انه هيك تسمعهم في البيت لحالك. شو يعني vesicular sounds؟ شو يعني bronchial sounds؟ شو يعني crackles؟ شو بتسمع crackles؟ زي اللي بنفخ بالمية تقريبا. برونكيال ساوند اذا بدك تسمع كيف، حط سماعتك على التراكيا تبعتك انت وخذ نفس، الانسبيريشن يساوي الاكسبيريشن الى اخره. الفيزيكولار حط سماعتك على صدرك واسمع نفسك، ذس از ذا فيزيكولار. الاطفال النورمال بريذنج از برونكو فيزيكولار، يعني بتسمعه بين البرونكيال وبين الفيزيكولار، انت سامع البرونكيال بريذنج بس سامع معها فيزيكولار بريذنج. ليش؟ لانه التشست تبعهم سمول. اوكي طيب، كيف بدي اشخص النمونيا؟ بقدر كلينيكال وهو الاهم. مش لازم دائما اعمل تشيست اكس راي اذا انا عندي ديكريز اير انتري، يعني بامريكا بيقولوا اف ات ووكس لايك ا دك اند كواكس لايك ا دك اتس ا دك. ما بدك تثبت انه انت بطه ولا مش بطه اذا بتمشي زي البط. فاذا الواحد عنده فيفر وعنده كف وعنده الفيزيكال ساينز تبعين اللوبر نمونيا على هذا المكان، مش ضروري اقول له انا بدي اتاكد مليون بالمية انه عندك نمونيا. يا عمي خلص نمونيا، اعطي انت بيتك وخلصني. بس والله انا مش متاكد انه سامع ديكريز اير انتري هون ولا لا، والله بعمل تشيست اكس راي. اوكي
فالتشست اكس راي لما تعملها اعمل تو فيوز دائما، لانه في جزء من اللنج بوستيريور هيك بنزل صغير، هذا ما بتشوفه بالاي بي فيو، والجزء اللي ورا الهارت برضه ما بتشوفه بالاي بي فيو، فدائما خذ اي بي ولاترال فيو. هي معناتها تشست اكس راي تو فيوز. لما بتكتب طلب الاشعه تشست اكس راي تو فيوز دي اندرستاند انه انت بدك اي بي ولاترال. Other investigations مثل CBC with differential و sputum culture و blood culture. طيب لازم؟ مش لازم، بس المريض التعبان بدي له blood culture لأنه بجوز يكون معه sepsis كمان. المريض التعبان بدي له CBC and differential. السبيوتم ترى الطفل ما بيعطيك سبيوتم لحد ال 14 سنة، يعني إذا حصلت سبيوتم برضه من تين ايجر يعني هذا إشي ممتاز. مين اللي بيصعقني انه طفل وبقدر يعطي سبيوتم؟ السيستيك فايبروسيس بيشنت يا حرام، لانه عندهم الوت اوف سكريشنز ومتعودين على هذا الشيء، فبرحمه هذيك المره ذي جيف سبيوتم يعني. فانا اي واز فيري استونيشد. ليش صعب على الطفل السبيوتم تو كولكت؟ لازم يقح على السبيسيمين ويعمل از مينيمال ميكسينج والسلايفا از بوسيبل. الطفل بيقح واللي بيطلع ذي سبيت ات اوت، فبيتفوا او عفت عدم مؤاخذه من الكلمه بيتفوا او ببزقوا برا، فانت خلطته مع السلايفا، فانت حطيت مايكرو اورجانيزم تبعين الماوث بالسبيوتم. اوكي، فيعني مش كثير دقيقه بتكون بالاطفال، لكن قدر الامكان يعني بالتين ايجرز وطالع ممكن يعطيك سبيوتم كلتشر، بس مش اساسيات. كل واحد كقاعده بدخل مستشفى عنده ريسبيراتوري ديستريس بيستاهل دخول، اعمل له تشست اكس راي، اعمل له سي بي سي والدف، اعمل له بلاد كلتشر عشان ما تتخربط. اوكي، كل واحد معلش تروحه بتلاقيه مش ديستريسد، عنده كف، عنده فايندينجز، بس بيقدر يروح، بيقدر ياخذ اورال، اموره كويسه، هيز نوت ان ديستريس، الساتوريشن بالتسعينات، مو ضروري تعمل له هاي الاشياء. اوكي، طيب شو الانديكيشنز فور ادمشنز؟ شايف هذا السلايد؟ انا بحبه وبجيب منه بالامتحان. ليش؟ مش عشان انا بدي اغشش كل اسئله والناس بيقولوا لي تيتش تو تيست تو مش عارف شو دينه، لا، عشان This is what you're gonna work with it for the rest of your life. الطبيب السيف physician مو ضروري انك تكون شاطر كتير، المهم انك تكون سيف كتير. مش سيف يعني تقتل بالناس حد هيك وشي سكينة، لا، سيف انك انت آمن، يعني اللي بيروح اللي معلش يروح بروحه، مش ادخل الدنيا كلها. كان يدخل لنا ناس tonsillitis، ليش انا طبيب عام ما بعرف؟ يعني عيب، انت طبيب يعني، ولا تروح لي واحد يرجع لي complicated ولا ميت ولا اشي زي هيك، برضو عيب وحرام، عرفت كيف؟ فالإنفنت إذا عنده أبنية بيدخل أبنية يعني وقف نفسه، حتى لو قالت لك الأم هيستوري أوف أبنية دخله، مش أنا ما شفت فأنا ما بدي أدخل. جرانتينج واحد بيجيك عنده ريسبيراتوري ديستريس دخله، أوتو ساتوريشن أقل من 92%، بور فيدينج، طب ما هو بكرة بيجيك الديهايدريشن وأكيوت كدني إنجري وإحنا بدنا نعالج ولا بدنا بعدين أصلاً كيف بده يعني توليريت أورال إنتيك إذا بدك تعطيه أنتيبيوتيك باي ماوث. ريسبيراتوري ريت مور ذان 70 بالإنفنتس، ليش 70 وأقل بالأولدر تشيلدرن؟ لأنه أصلاً الأبر ليميت للريسبيراتوري ريت بالإنفنتس أعلى، فأكثر من 70 بريث بير مينت بتدخله. أولدر تشيلدرن بدأ إذا واحد عنده جرانتينج نفس الشيء دخله، أكسجين ساتوريشن less than 92%، inability to take orally، respiratory rate أكثر من 50. طبعاً أنا مش راح أكون لئيمة بالامتحان واجيب لك واحد respiratory rate عمره 10 سنين وrespiratory rate 51، فأنا بجيب لك يا عادة 60، وهذا أبو 70 بجيب لك respiratory rate 80، عرفت يعني؟ فبجيب لك إيش مبين، بس تذكر الرقم. All age groups, any age group عنده comorbidities زي chronic lung disease زي أزمة زي unrepaired or incompletely repaired congenital heart disease زي diabetes mellitus زي neuromuscular disease دخله، لأنه هذا ما بتحمل الانفكشن، مش زيه زي الهيلثي تشايلد. حتى لو initially ما عنده severe respiratory distress ماشي، بس هدول they are more liable for sepsis والمورتاليتي عندهم اعلى. Family unable to provide appropriate observation ماشي دخله. كيف يعني family بالله appropriate observation؟ مين بعرف؟
ان ابروبريت اوبزرفيشن يعني ست مخلفه 10 اولاد ساكنه بالصحراء بتنشل المي بتطبخ بنفسها بتسوي على فكره في هدول ذيز ار نوت فور في انا خدمت بمناطق معينه من الاردن وفي ناس زي هيك اف يو هاف ا سيك بيشنت كيف بدها تتذكر انه تعطيه الدواء بمواعيده كيف راح تلحق على كل اولاد هدول العشره في ناس مثلا بتقول لك والله انا برعى حلال وبس كيف بدها تقدر تعمل كل هاي الشغلات فهي الابيليتي بامريكا السنجل مادر اللي بيكونوا منفصلين والام جاي على راسها كل شيء او منفصلين والولاد مع الاب فالاب على راسه كل شيء فبتلاقيه بركض قبل الظهر وبركض بعد الظهر فهذا الطفل راح يضل فترات طويله بجوز مع الكير جيفر او الدادة تبعته او الشيء او بالدي كير او مش عارف وين فيعني هذول ادخلهم فان ابيليتي تو بروفايد ابروبريت كير اند اوبزرفيشن او الام حكيت معاها والاهل حكيت معهم لقيتهم مش الرت لانه شو انت لما تروح واحد نمونيا بتقول له اذا صار معه اللي حكيناه هلا بترجعه طيب بيعرف وذكي بس ما عنده سياره طب هذا كيف بده يرجع لك بنص الليل دخله على الاقل بهالليل وليله ليلتين عبين ما يتحسن الطفل بعدين بتروحه او حكيت مع الاهل حسيتهم مش فاهمين عليك رد عدتهم ورجيتهم رجع يقول لك يعني الدكتور بتحسن يعني الدكتور في شيء مرض خبيث and these are really احنا بنضحك عليهم هلا لانه قاعدين في محاضره بس this happens in real life بتحكي بالشرق بصير بقول لك معه سرطان يعني معهوش سرطان معهوش سرطان بس بدي اياه ما يرجعش ميت والناس بتموتش الا من السرطان فيعني هاي الاشياء لقيت الاهل مش كثير متجاوبين هذا كيف راح يعرف متى يرجع لك اياه دخله other indications for admission واحد تحت الست شهور دخله ليش هدول الاناتومي لهم مختلف هدول التشست لهم اقصر واصغر والمسلز ويكر ف they go into respiratory failure easier بتعبوا بسرعه المسلز تبعونه فالايج less than 6 months دخله توكسيك لوكينج والله منظره مش عاجبني اذا انت الطبيب منظره مش عاجبك دخله دخله you do have the eye of the doctor vomiting كيف بده ياخذ الاورال انتيبايوتيك failure of oral treatment اعطاه الدكتور فلان وهي فيري كومن والله رحت عند الدكتور فلان اعطاه هذا الدواء لا كبه بزباله بدي اعطيك دواء احسن منه يا عمي ما زال فيلير اوف ميديكال تريتمنت دخله عرفت مانجمنت اوف نمونيا ان بيدياتريكس اقل من شهرين لازم ادمشن زي الله واحد ماشي وكمان رول ابس رول اوت سبسز اذا مش عاجبك اوكي اقل من شهر رول اوت سبسز من شهر لشهرين ادمشن بدون رول اوت سبسز بمعنى انا مش بدي اياك هلا بسنه رابعه تعرف ايش تعمل بس بدي اياك تشوف انه شهر وشهرين والله بيقح وابصر ايش وهذا عنده نمونيا دخل from 2 months to 5 years للبري سكول بدخل الفايرال او ستريب نمونيا ممكن to consider outpatient management اذا شفت الاهل alert بس اجمالا تحت الست شهور هذا lower threshold انك تدخله بعد الست شهور معلش اروحه مش كل واحد عنده نمونيا ولا بتفيض المستشفيات بس كل الناس عندها نمونيا قديش اعطيه اموكسيسيلين الدوز مش مطلوب منك حاليا لما تيجي بسنه سادسه خبي المحاضره راح اسالك بالدوز اف سيفير نمونيا ادميت تريت وذ بارنترال انتيبايوتكس طيب معلش بس يتحسن اروحه على اورال يكمل التريتمنت معلش هذا مش مينينجايتس نعم معلش بس يروحوا منه الريسبيراتوري ديستريس ساينز عمره اكثر من 6 شهور امورنا تمام صار يرضع صار ياخذ الدواء اورال دائما دائما اذا بدك تعطي اورال ميديكيشن خليه يبلش بالمستشفى صرف له اياه بالمستشفى احيانا ما بنقدر لانه سياسات المستشفيات بتقول لك اذا اورال لازم يروح فليش انت حاطه على اورال 24 ساعه قبل الديسشارج بامريكا بسمح لانه احنا وانا ميك شور انه الام تعرف تخلط الدواء مظبوط الطفل بيقدر ياخده ما استفرغه حب طعمه ما حبهوش فبنقدر بس هون السياسات بتمنعك انك تعطي اورال اذا المريض داخل بتقول لك ما زال اورال روحه معناته ما فيش لزوم يدخل فبيعتمد على البوليسي اللي هي سياسات المستشفيات يعني البوليسي اوف ذا هوسبيتال بس اعرف انه بصير احنا شو بنعمل بنقولها على الاقل اصرف الدواء وتعال اخلطي قدامنا يعني على الاقل بس عشان ما تحطه في 6 كيلو او 6 لتر ميه الاولدر تشيلدرن او السكول ايجد هذول دخلوا بقصص الاتيبيكال نمونيا مايكوبلازما نمونيا كلاميديا سام تايمز ستريب نمونيا هذول تريتمنت از ذا ماكرولايدز اوكي
هتلاقى السيفير نمونيا الديوتو ستريب نمونيا او لوبر نمونيا بعالجه بالبنسلين او السيفتريكسون. طيب زي ما قلنا اذا انا متاكد من الفيزيكال اكزام بشخص، اذا مش متاكد بقى من التشيست اكس راي. ماكرولايدز هم الازيثروميسين كلاريثروميسين اريثروميسين، بس الاريثرو بيحبوهوش لانه افري 6 اورز وبيعمل جي اي ابسيت والسايد افكتس له اعلى، فبيحبوا الازيثرو وبيحبوا الكلاريثروميسين. ازيثرو بيحبوه كثير لانه وانس ا داي فكونفينينت للاطفال. ديوريشن اوف تريتمنت اوف نمونيا 7 تو 10 دايز. هلا كثير شغلات بالاطفال 7 تو 10 دايز، فما تفكر انه الاطفال صعب يعني. معظم اشيائنا ومددنا 7 تو 10 دايز بتكون الانفكشن راحت. Given clinical improvement، يعني آخر يومين لازم يكون الطفل عندي كويس. يعني إجا اليوم العاشر والطفل مش كويس، I may extend the treatment، أو صار worsening للcondition، فأنا بدي أعمل له X-ray مرة تانية أو أعمل له CT scan أشوف ليش هالفيفر مش عم تنزل، ليش هالأشياء اللي فيه صار. هدول these are good references. هاي بسيطة، هاي من الأمريكان أكاديمي أوف فاميلي فيزيشنز، لانه الفاميلي فيزيشنز هم الفيرست لاين وهم اللي بيكونوا بالكوميونتي، فهذا الكوميونتي اكوير نمونيا ان تشيلدرن اذا بتدرسوا منها شيء كثير بسيط وسهل احسن ما تضيع بشو اسمه هذا نيلسون وخلافه. شو الكومبليكيشنز اوف نمونيا؟ هذا بونس كويستشن لما بجيبه بالامتحان. ليش؟ انت لازم تعرفه، لانه بيجوا بيقولوا لك عنده التهاب رئوي، شو يعني بيطيب؟ لا مو شو يعني، ممكن يصير عنده سبسس، ممكن يصير عنده بلورال افيوجن، واذا هالافيوجن اللي هو اكزوديت صار انفكتد صار امبايما. شو يعني امبايما؟ زي البس، بس بين ذا تشيست وول واللونج. فكيف نعمل الامبايما؟ درينج لازم، لانه هي صارت زي الابسس، شيء محصور، بس محصور بمكان. Drainage with the chest tube. لما يبطل يطلع التشست تيوب بس من 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 بنعمل له كلامبينج وبعدين بنشيله. Lung abscess. هاي ال rounded shape هو lung abscess. فهون في fluid level. Okay. لما تكون lung abscess متعبية راح تشوفها طابة أو كرة بيضة. هاي lung abscess بالchest X-ray نفسها عملوا لها سي تي سكان، فشوف كيف بالسي تي سكان هذا الابيض اللي من هون له اير جواته لانه في جواتها هواء. يعني مش بسيط اللي عنده نمونيا. When do you suspect complications of pneumonia؟ لانه قلنا اذا انت suspecting complications لازم اصوره chest x-ray مره ثانيه او اصوره سي تي سكان مره ثانيه. طيب أو مرة أولى إذا أنا أصلاً هو الولد كان منيح فمرة أولى. If there is no clinical improvement، هلا كقاعدة البكتيريال infections بعد 48 ل 72 ساعة المفروض إنه المريض يتحسن. يعني الحرارة إذا ما راحت 100% لازم تكون كثير تحسنت، المريض إذا كان توكسيك لازم يكون مصحصح. ف within 3 days لازم الأنتيبيوتيك يكون اشتغل، إذا ما اشتغلش أو إذا خلال هالتو دايز صار ورسنينج أو بعد التو دايز at any point صار ورسنينج think of these complications. Okay. Despite appropriate management. شو يعني appropriate management؟ يعني مش أنا عندي atypical pneumonia وقاعد بعطيه penicillin، مش أنا قاعد بعطيه small dose IV هيك بشممه الانتيبيوتيك شم، مش أنا لازم يكون admitted وبعطيه as outpatient. Worsening respiratory status. Increase oxygen requirements. وهي ال earliest sign بيكون المريض محتاج مثلا نص لتر باكسجين بير مينت، بعدين بصير ما بيطلع الساتوريشن لل90 الا على 1 لتر. شو بدي اعمل؟ طيب بدي اعمل له ريبيتينج اوف ايماجينج اند ريبيت اسسمنت، طبعا فيزيكال اكزام ديلي لكل مريض. هون رح نحكي عن التوبركلوسيس لانها مهمه باللور ريسبيراتوري انفكشن. It is an infection caused by mycobacterium tuberculosis. When should you suspect active tuberculosis? إذا عندك cough more than 3 weeks, hemoptysis, night sweats, weight loss, fever, and exposure. Endemic area. إحنا endemic area. ماشي. Crowdedness like refugee camps. ترى مش بس refugee camps. إحنا في عنا
اللي مثلا عائلات بتسكن كلياتها في نفس البيت، وبيكون لكل عيلة يعني وزوج وأولاد لهم غرفة بس من هالبيت، هي crowdedness. adult with chronic cough، okay. هي exposure. التوبركولوسس عندك البرايمري تي بي بيعمل جون كومبلكس، وبعدين ممكن يعمل لك نمونيا. كافيتري تي بي ما بتشوفه بالأطفال، هذا بتشوفه بالأبر لوب. والميلياري تي بي هذا بتشوفه كتير بالأطفال. صراحة أنا حاطة هاي الشغلة عشان الريسك فاكتورز، أنا بجيبها ريسك فاكتورز أوف تي بي اللي هم السلايد إنه كرونيك كف وهيموبتسيس وهي الأشياء اللي بتعطيك إنديكيشنز للتي بي. هاي الصورة أنت لما تشوفها لازم رأسا تو ثينك أباوت تي بي، لأنه مرات بيبعثوا لنا الصورة دكتورة إيش هذا عنده ريسبيرتوري سيمبتومز، بس هذا إشي عمري ما شفته. ميلياري هيك زي البيد صغار مش باتشي زي التيبيكال نمونيا. latent TB normal chest X-ray. طب شو يعني latent TB؟ هلا احنا كميديكال ستودنت كتير بيجوا انه والله لازم تعمل فحص التي بي قبل ما تروح على المستشفى، ولازم تعمل chest X-ray عشان يشوفوا عندك latent TB ولا لا. اذا عندك TB انت symptomatic لا سمح الله. اذا عندك latent TB يعني التي بي at some point دخل لجسمك لكن ما عمل infection، ضل latent يعني dormant يعني نايم مش عامل اشي. فالبي بي دي تيست بيكون بوزيتيف، تي بي كوانتيفيرون بيكون بوزيتيف، لكن تشست اكس راي نورمال. فهذا ليتنت، هذا شو بنعمل له؟ ولا شيء، الا اذا بدي اعمله اميون كومبرومايز. يعني انا مرضاي بالروماتولوجي بدي احطهم على بايولوجيكس واميونو سبريسنت، فالليتنت تي بي بعطيه تريتمنت فور ليتنت تي بي لهم بروتوكول خاصه قبل ما ابلش الاميون سبريشن. ماشي. اما اللي ما عنده latent TB خلص بنبلش immune suppression مباشره. اما احنا معظمنا يعني بس يتخرج بفتره وإشي زي هيك we are exposed، فرح نطلع positive لل PPD test. بتذكر اول مره نسيت لاي وظيفه او إشي طلبوا PPD test، لما طلع positive انا متخوف يعني حكيت ابصر ايش مالني ولا ابصر ايش. ف it's a positive test with negative chest x-ray this is latent، ما فيش إشي. TB when suspected you have to put the patient in airborne isolation. فالتشست اكس راي زي اللي شفتها هذا ما بنحطه بغرفه لا عاديه ولا غير عاديه، بده airborne isolation يعني negative pressure room. ولما تفوت عليه مش بهذا الماسك N95 ماسك، مش موجود بكل المستشفيات دكتوره، اشتريه. انا معي بشنطه المستشفى اللي باخذها معي N95 ماسك الي. ماشي. اذا المستشفى ما عندها انا بلبس وبفوت، لانه احيانا بيقولوا لك هذا الماسك حطه وشده this is not an N95 mask. اوكي. look for adult source. children less than 10 years are rarely contagious. خلصنا النمونيا وتوابعها، نيجي على البرونكيولايتس، وهي بتشوفوها كثير بالانفنت. it's a disease of small bronchioles with increased mucus production. sometimes bronchospasm or airway obstruction. هلا بس بلشوا تروح على المستشفيات، امتى؟ انتوا الاسبوع الجاي رايحين راح تشوفوا كثير معباية عندنا بقسم التنفسية برحمة. انا بروحش على غير رحمة يعني والملك المؤسس، فلهم قسم خاص بالتنفسية. البرونكيولايتس والنمونيا وكل هدول هي بالليت وينتر مانث بالديسمبر تو مارش، فهلا بلشت البرونكيولايتس. it's the disease of infants in the first two years of age with the peak age 2 to 6 months. ليش بدنا هاي المعلومات؟ هدول بيجوا بويزز، ما تسمع ويزز وفيفر عند واحد عمره شهرين تقول له انت ازمه، انت مش ازمه. لكن اذا واحد كل ما رشح وارتفعت حرارته صار عنده ويزي تشست، اول مره برونكيولايتس، ثاني سنه برونكيولايتس، صار عمره 4 سنين من وين له البرونكيولايتس. طب ليش ما بتصير بالكبار؟ الايرويز اكبر ما بتنسد من سمبل انفكشن زي هذا الفيروس. فلذلك 3 سنين 4 سنين عم بصير عنده فيفر وويزي تشست وإشي، هاي أزمة تريجرد باي انفكشن. شو الباثوجينز؟ RSV is the most common pathogen of bronchiolitis. هذا واحد من أحلى الأسئلة والمباشرة بالامتحان. It can be caused by other viruses. شوف هالليستة: human metanomovirus, parainfluenza virus, influenza adenovirus. ما بدي منك إلا تعرف إنه RSV is the most common. طب ليش؟
هذول كلهم يا سيدنا بنتقلوا بالدروبلت باللارج دروبلت، يعني هذا الماسك بكفيهم اني امنع انتقالهم. اوكي، ما عدا الار اس في بنتقل mainly by contact، يعني انت بتيجي بتفحص المريض بالبرونكيولايتس بسماعتك، هيو الفيروس على سماعتك، انت طلعت على مكان ثاني وانت لابس الكمامه فما اخذت من هذا ار اس في عشان تعطيه لغيره، انت لابس الكمامه لكن انت ما مسحت ايدك، ما مسحت الستيثوسكوب. الستيثوسكوب كثير خطر، مرات بصير اوت بريكس بالخداج. ليش؟ لانه بيستخدموا كانوا مرات نفس السماعه لاكثر من طفل، صاروا بامريكا يعملوا لكل طفل سماعته، عرفت، على اساس انه انت ما تنقل الار اس في وتعمل اوت بريك. طبعا وايدك لازم تغسلهم قبل كل مريض. فهو من بين هدول بنتقل mainly by contact بالاضافه لللارج دروبلت. It's more severe among infants. Could be life threatening especially with comorbidities. يعني واحد بريماتشور، واحد عنده كرونيك لنج ديزيز، شخص سيستيك فايبروسيس، واحد هيمودايناميكلي سيجنيفيكانت كونجنيتال هارت ديزيز، عنده والله تترولوجي اوف فالوس، عنده شيء زي هيك، واحد عنده نيورو ماسكولار ويكنس، عنده اميون ديفيشنسي. راوت اوف ترانسميشن از كونتاكت، فالايزوليشن كونتاكت ودروبلت. انكيوبيشن بيريود 4 تو 6 دايز. هلا هدول كثير مهمين بالاسئله والامتحانات. بنقول لك الام قالت لك دكتور انت حكيت لي عنده التهاب بالقصيبات او البرونكيولايتس، طب شو بده يصير معه؟ بتقول لها هو عاده ببلش زي رشحه، بتقول لك انا فكرته رشحه، بصير يقح. It progresses over 3 to 7 days. ماشي. Low grade fever, irritability, increased work of breathing. Young infants may present with apnea. ديري بالك اذا وقف نفسه. البيك سيمبتومز بتصير شو اسمه around the third or fourth day. فبتقولها they get worse before they get better، لانه الاهل بدخل بيعصبوا علينا ثالث يوم رابع يوم، شو بتسووا انتوا؟ ما اعطيتوا انتيبيوتيك، this is a virus، ما بده انتيبيوتيك. الولد صار أسوأ، الاكسجين كان 2 لتر هلا 3 لتر بير مينت بالنزل كانيولا. اوكي، هي جيتس ورس بيفور هي جيتس بيتر، فعلى اليوم الخامس بيكون الامور سيئه، بعدين بتحسن الطفل بعديها. تمبريتشر ريسبيراتوري ريت اوتو ساتوريشن، مهم انك تفحصهم وتراقبهم. يور جونا هير ويزز، they present with wheezy chest و signs of respiratory distress، دور عليها. if severe بصير عنده grunting و cyanosis. وهذا الفيديو على السكند رقم 10 وطالع بتسمع هدول النويزي breathing sounds. how do we diagnose clinical؟ دكتور ما صورت صدره، it's a clinical diagnosis. طيب لو انت باماكن فيها بي سي ار للار اس في ممكن تعمل له اياها بالنيزل سواب، نيزو فرنجيال سواب، بس لو ما عندك it's the most common cause. طب دكتور انت ما فحصته شو بيعرفك؟ بديش اعرف. is there a treatment for RSV؟ it's a virus. ما فيش عندي treatment للهيلثي بيرسون، للهيلثي لانه الاميونو كومبرومايز في considerations ل certain antivirals، بس للهيلثي ما في اشي، فانا ما بستفيد اني اعرف ولا ما اعرف. طب دكتور ما صورت صدره، it's not always necessary. انا عارف عنده bronchiolitis، بصور صدره اذا انا والله الفيفر مش راضي تنزل، انا خايف من bacterial super infection، فبدي اعرف احط antibiotic ولا لا. واحد عنده سيفير ديسترس، والله بدي اشوف ايش فيه بالتشست فبصوره، لانه هذا انفنت صغير ما بتحمل لو عنده نمونيا. هاي البرونكيولايتس بتكون نون سبيسيفيك، الاكس راي هون بيقول لك انه في اير برونكوغرام، لما تشوفوها صراحه هي بتكون نير نورمال، عرفت التشست اكس راي عنده. شو الديفرنشال دايجنوستس؟ فايرال نمونيا، بكتيريال نمونيا، جاسترو اسوفيجيال ريفلكس، بيجوا بويزز اللي عنده ارتداد او ارتجاع بالطعام. سيستيك فايبروسيس ازمه، كارديوجينيك ازمه. تريتمنت اوف برونكيولايتس از سبورتيف اند يوزوالي سيلف ليميتنج. طب دكتوره كيف بدي اميزه؟ ما زال انت حطيت لنا ديفرنشال دايجنوستس، احكي لنا كيف بدي اميزه. طيب النمونيا بيكون مورسك، صوره تشست اكس راي. الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس بتصير بتقول لك والله بعد رضاعه بصير في عنده قحه وبيخنق وبيزورق ومش عارف ايش، او بتقول لك بعد ما ارضعه دائما بيستفرغ كميات كبيره. سيستيك فايبروسيس بتقول لك والله في عنده ميكونيوم الياس ايكوفالنت لما كان بيبي، هو دائما بيطلع من التهاب بفوت من التهاب، مالح لما ببوسه، هاي اللي بيقولوا لها، مع انه هلا بطلوها هاي القصه، حكوا لا لازم نعمل سكن كلورايد تيست حتى لو مش مالح لما تبوسه الام.
It's not a sensitive way. أزمة بدك تسأل عن الـ family history of atopy. Fever, هذا الهي فيفر. الإكزيما. الأزمة عند حدا تاني من العيلة. كارديوجينيك أزمة اللي عنده heart failure. فبدك تشوف الجالوب ريذم. بدك تفحص إذا في عنده pre-sacral edema إلى آخره. طيب ما عنده كل هدول برونكيولايتس يا سيدنا. The treatment is supportive and usually it's self-limiting. مش ضروري تحط أنتي بيت. Do not routinely do chest X-ray or viral testing or bronchodilators. ما في receptors لل beta 2 agonists لبرونكودايليترز. ما في إلهم receptors بالأطفال اللي تحت السنة. فأنت بتعطي بقولوا لك أعطيت بخيرة موسع قصبات. إن القصبات ليس عليها receptors لتتوسع. فأنت إذا بتحب تعطي تبخير أعطي normal saline إشي مرطب يعني. أما تحط له معاها سالبيتامول أو إشي زي هيك ما راح يعني بجوز ياخذ السايد افكتس يصير عنده تاكي كارديا ومشكله بالبوتاسيوم وما يصير عنده برونكو دايليشن. رسمك ابينفرين نستعملها بالسيفير كيسز. ستيرويدز بيستعملوها بالسيفير كيسز لانه انتي انفلاماتوري. انتي بايوتكس اف يو ار سسبكتنج بكتيريا سوبر انفكشن وتشست فيزيوثيرابي. اوكي شو لازم تعرف از شو اسمه ميديكال ستودنت؟ السيمبتومز انديكيشنز فور ادميشن. Disease gets worse before it gets better at day 5 peak of symptoms. عشان الأهل لما يجوا معصبين ما تجيني أنت كمان معصب تقول الدكتورة ما هو ما تحسن عن جد ما تحسن أنا كل يوم بتابعه عن جد ما تحسن. He gets worse before he gets better. وأنه supportive treatment لأنه الأهل بيحبوا يعطوا الأنتيبيوتيك. They feel they are doing something. You're not doing anything. خلصنا. يجينا على البرونكايتس اللي هو التهاب القصبات. كف dry مع runny nose with or without fever lasts up to 3 weeks usually viral presence or absence of sputum does not differentiate viral versus bacterial etiologies. طب شو هي هاي البرونكايتس؟ مين عمره راح على المدارس كل الاطفال تلاقيه قاعد ما في اشي هابي وجاي على دراسته واشي لما بسعل كانه مدخن ولا ابصر ايش بتحس انه في بلغم بصدره هذا this is هاي قحة برونكايتس. بكون الطفل منيح بيجي عند الدكتور يا لطيف عرفت فبتحس البلغم بصدره الام بتقول لك في بلغم بصدره بس في قح بشوفه هذا برونكايتس. مين عمره راح على المدارس وشاف الولد كان مريض وروح وضل يقحس اسبوعين ثلاثه هذا هي البرونكايتس. كود بي فايرال كود بي بكتيريال. في ايجنتس هذا ليس للحفظ بس عشان تشوف قديش في فيروسز ممكن تعمل برونكايتس وقديش في بكتيريا ممكن تعمل برونكايتس. Chest X-ray is used to rule out pneumonia. يعني واحد كويس بس أمه بتقول لي في بلغم بصدره بيجيبوه عند الدكتور. دكتور بس شوف قحته كيف بقح قحة بتخوف بس ما عنده حرارة ما عنده أي شيء. You don't need to do a chest X-ray. He does not have pneumonia. عرفت؟ فأما واحد والله بقح هاي القحة اللي بتخوف وعنده حرارة صوره rule out pneumonia دخيلك. Peribronchial coughing in viral bronchitis. هذا إشي بالX-ray ما راح أسألك فيه بالامتحان. هو إشي دقيق بعتمد على quality of chest X-ray وعلى مين بقرأها وقديش الإكسبيرينس تبعته. بس اعرف إنها بتنكتب بالكتب وإنها it's sign of bronchitis. شو يعني coughing؟ يعني inflammation حوالي البرونكاي. فبصير بقول لك إنه مثلا هاي البرونكاس زي كأنه حواليها إشي أبيض دواوير دواوير دوائر دوائر. أو إذا الأير كولوم جاي زي هيك بتلاقي حواليه زي خطين أبيض لأنه it's a peribronchial inflammation. هيك يعني. صراحة البرونكايتس is a clinical diagnosis. Antibiotics should not be routinely used. Give antibiotics is a severe symptoms. أو if you suspect pertussis. Pertussis له إشي معين. Pertussis cough 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 بعدين whoop اللي هو inspiratory sound. أو cough 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 مع post-tussive vomiting. عرفت؟ هذولا ال انتي فايرال اف انفلونزا. اذا عصر الانفلونزا والولد توكسيك وفي فيبرايل وشيء فحصته طلع بوزيتيف للانفلونزا اي او بي ممكن تعطي الانتي انفلونزا ميديكيشنز. في عندنا علاج للانفلونزا. اما بالعاده اذا الولد كويس فيهوش شيء واجت بس بقحه برونكايتس از فاين. هاي از انذر ريفرنس جود ريفرنس فور دايجنوستس اند تريتمنت اوف اكيوت برونكايتس. ليش انا بعطي الريفرنسز؟ لاني بشوف التفاريغ عرفت. فمرات التفاريغ بيكون ايش اللي الشخص فهمه
او مرات الدكتور يعني احنا ما يعني بشر بني ادمين، نسي له شغله، حكى له شغله، مرات بالغلط بتلاقيها موجوده ويتوارثوها الاجيال. فيعني عشان نحكي لكم انه في إشي مرتب ولطيف وكونسايز، ما بعطي للطلاب ريفرنسز او ارتكلز تكون طويله او تكون معقده ما يقدرش يقراها، لانه اللي فيه مكفي. طيب هلا احنا هنا الساعه 11 احنا خلصنا محاضرة النمونيا، هدول مش مطلوب منك بالامتحان، بس هدول أنا بحب أحطهم عشان نفهم على بعض as physicians، أوكي؟ فلازم تعرفهم أنت كطبيب، شو أنواع الايزوليشن؟ كونتاكت يعني بلبس جام، بلبس جلوفز. إيربورن يعني هاي الكمامة لحالها، فهلا أنا بمشي دائماً بإيربورن ايزوليشن، ماشي؟ مو ضروري الجان والجلوفز، مو ضروري، هذا اسمه إيربورن ايزوليشن. عفوا هذا اسمه دروبلت ايزوليشن. دروبلت الايربورن يعني N95 ماسك، يعني نيجاتيف بريشر رومز اذا كان بالمستشفى، ماشي، او اذا كان بالعياده. في عندنا نيجاتيف بريشر رومز بالعياده بالامرجنسي ديبارتمنت، مش كل العيادات. والايربورن بس لسبيسيفيك انفكشنز زي تي بي، زي الميزلز، عرفت هدول ايربورن، زي الفاريسيلا. بقول لك والله يا دكتور انا من لما جدر ابني حاطه بغرفه لحاله، اخوانه بغرف ثانيه بس جدروا. كيف جدروا؟ اتس ان اير بورن، من الاير درافت. اقول لك مين كمان بجدر؟ جيرانهم، اذا الشباك على الشباك، اذا الباب على الباب. فالجدري شيء اير بورن، بيطلع من جهه لجهه. الانكيوبيشن بيريود للجدري، فصعب انك تبليم سمبدي الا اذا انت يعني مسكر عليه بام. الجدري بيجي مثلا بايام الربيع، اخر الشتاء اول الربيع، بيجي بالمدارس وكل شيء. الانكيوبيشن بيريود 7 to 21 days. شو بيعرفك من مين انعدى؟ اوكي، بس عشان نذكر عن الايربورن ايزوليشن. في عندنا كاتيجوريز بالايزوليشن، في عندك شيء اسمه باثوجين بيست ايزوليشن، وفي عندك شيء اسمه سيندروميك ايزوليشن. شو يعني باثوجين بيست؟ انا عارفه انه عنده نايسيريا مننجيتس، عارفه انها بتنتقل بالنفس، بعزله لمده 48 ساعه من الانتيبيوتكس، وباقي مده علاجه من الانتيبيوتكس ما بعزله. انا عارفه مع ايش عم بتعامل. سندروميك يعني انا عندي ناس عندهم جاسترو انترايتس، معظم الاحيان انا ما بعرف شو سبب الجاسترو انترايتس. شو بعمل؟ بحطه بغرفه لحاله وكونتاكت ايزوليشن، لانه بعرف انه كل الفيروسز والبكتيريا اللي بتعمل جاسترو انترايتس تنتقل فيك الاورال، معناته لازم احطه باوضه لحاله، اغسل ايدي قبل وبعد، وهو يغسل ايديه قبل وبعد، وينظف الحمام قبل وبعد اذا حدا غيره بده يستعمله. معناته معلش احط 10 عندهم جاسترو انترايتس بنفس الغرفه؟ نعم اذا في حدا يضل ينظف الحمام، كلا اذا، لانه انا ما بعرف شو الباثوجينز اللي عندهم، كلا اذا ما بينظفوا الحمام منيح، او اذا ما بيغسلوا ايديهم بيمسكوا بواب الحمام، بيمسكوا اغراض الغرفه، فساعتها بتنتقل الباثوجينز بين بعض. فيوكان كوهورت الجاسترو انترايتس مع بعض، بس بيحطوا مرات باشياء الكوهورت مغاسل كثيره برا وجوا، يعني مش شرط تفوت على الحمام لتغسل، فهذا بيسهل على الاهل، غيرت فوطه ابنها بتغسل، مش انه لازم تمسك كل شيء قبل ما تمسك الباب وتمسك هذا وتفوت على الحمام وتغسل. او بحطوا لهم هايجين، عرفت، بجنبهم كحول. هذا اسمه سندروميك بيست. واحد بيقح السندروميك انه يكون دروبلت ايزوليشن، انك تفوت عليه بكمامه. فانا كثير بحب احكي لكم قبل ما تيجوا على البيشنت انكاونتر، بروتكت يور سيلف، بروتكت يور فاميلي، بروتكت اذر بيشنتس. هذا من الانسانيه اللي بحكوا عنها، اوكي، من الانسانيه انك ما تودي انفكشنز لاهلك ولا انت تمرض حالك. فانت لازم قبل ما تفوت على التنفسيه برحمه البس كمامه. باخذوني الطلاب دكتور لقينا مريض متعاون، شو عنده ما بعرف، دونات لا تعرف دخيلك، لانه يو كان harm me, harm yourself, harm others. Do not تحرج زميلك. بيجوا الناس خير سلامتك دكتور اللي ويش لابس كمامة، شو بيعرف؟ أنا بحب ألبس كمامة عشان بلبس يعني، بس that's it يعني. بس افرض أنا باخد كيموثيرابي وبدي شيء الناس يعرفوا، do not تحرج زميلك أو زميلتك، ليش أنت لابس كمامة؟ ليش أنت بتضل تلبس جلوفز؟ أنا بلبس جلوفز وقت الفحص، مش لإشي، بس لأنه ما بحبش يعني to touch الأشياء على هذا. الجلوفز أنظف. الجلوفز do not يعني do not rule out the need for washing hands. فأنت حتى قبل ما تحط الجلوفز بدك تغسل بالهايجين، وبعد ما تشلحهم، لأنه مرات وانت ماسكهم تتوسخ إيدك،
بتحط بالهايجين. بس احنا من الشوفات اللي بنشوفها بطلت امسك اشي بدون جلوفز. اذا عمرك شفت رح تشوفوا هلا كيف بتجري عمليه تنظيف البيبي من الفوطه، قد يسحل التنظيف للاجر للهذا، فانت فعليا عم تمسك اشي نظيف رجله، بس انت مش عارف شو صار قبل شويه، عرفت؟ فانا للفوربي يعني يو دونت هاف تو، بكفي تغسيل الايدين بكفي، مش لانه الدكتوره ريما لابسه جلوفز. هذا اشي انا جا على بالي اعمله، عرفت؟ بس لما تفوت على واحد ريسبيراتوري بدك تلبس اشي زي هيك، بروتكت يور سيلف، لا تفوت على قسم التنفسيه وانت بدون ماسك. ماشي؟ وفي عندك ستاندرد بريكوشنز يعني ابلايز تو اول بيشنتس ان اول سيتنجز. يعني في عمرك شفت مريض شو ما كان مرضه عادي تفوت عليه بدون ما تغسل؟ لا. في مريض شو ما كان مرضه عادي تطلع من عنده وتروح تمسك سندويشه وتاكل؟ لا، يو هاف تو واش يور هاندز. فالترانسميشن بيز اللي بنحكي عنه انه يو ايدنتيفاي ذا اورجانيزم، بتقول هذا منتقل بالكونتاكت، بالدروبلت، بالايربورن. او سندروميك، انا مش عارفه، اجاني واحد جاسترو انترايتس بدي اغسل ايدي، اجا واحد عنده ستاف ووند انفكشن والباس قاعد بيطلع من الووند، هذا هي شود بي ان كونتاكت. انا بفوت على ناس عنده ووند انفكشن ما في كونتاكت ايزوليشن، بفوت طالب الطب بفحصه بغسل ايديه، شكرا، ما هو تخته وغراضه كلها عليها ستاف اوريس، انت هلا صرت كولونايز، اخذتهم لاهلك، اخذتهم بالمستقبل اطفالك، اخذتهم لحالك. يعني واي دو يو هاف تو تيك ذس ريسك؟ انت لازم تفوت بجاون ولازم تفوت بجلوفز، هذا الكونتاكت. طب ما انا ما بعرف، ما في ساين، راح تلاقوا اماكن ما فيها ساين، تعال بلاب كوت، مش عشان انا راح اشدد عليكم على اللاب كوت، انا ترى بخصم علامه على كل مخالفه، بدون لاب كوت علامه، تاخر علامه، مش عارف ايش، هم 10 علامات، شو بضل لك انت في حفظ الله. بس اللاب كوت از يور بروتكشن، انا بلبس لاب كوت مش ضروري البس، انا دكتوره ما حدش بيخصم لي علامات ولا حد بيحاسبني، بقدر افوت كيف ما كان، اذا شفتوني مش لابسه يعني نسيته، بس عارفه، بس انه انا بلبس لاب كود، ذس از بروتكتنج مي، وبس افوت على البيت بعلقه على الباب من برا، هذا ما بيفوت لجوا على غرفنا، ما بيفوت لجوا، اتس فيري كلين ثينج انك تلبس لاب كود، فما تزعل منه ولا تستنى الدكتور يهاوشك عليه. الهاند هايجين لازم تمسح كل ايدك، انا بشوف ناس بحط هايجين بيعمل هيك خلص اوكي انا نظيف، لا، ايدك من هون مش نظيفه، بين اصابعك مش نظيفه، فلما تحط هايجين لو بتحط عن جد يعني هايجين بالطريقه الصحيحه بتكفيكاش العلبه اسبوعين، اسبوع بجوز حسب انت كم مريض بتشوف بالنهار. اوكي. وفي عندنا السويلد او بلادي كونتامينيتد لينينز، لازم يكونوا بسيرتن يعني التراش، النفايات الطبيه او الاشياء تبعت الغسيل. ما بصير اذا شفت شرشف مكوم، لانه احنا كمان يعني بنحب انه نساعد الناس، والله شفت اشي الله الله وقع شرشفك، اذا عليه بلد ولا اشي لا تمسكه، امسكه بجلوف. ما بصير تحط الابره، الابر الشاربس، اي اشي عليه بلد بده ينحط بمكان معين، ما بصير تكبه بالزباله العاديه، حرام اللي بنظف، هذا اللي بنظف الارض واللي بيجمع النفايات، هذا بني ادم حرام، هي كود بي انفكتد وذ هيباتايتس بي، ذس از ا فيري سمول انفكشس دوز، فانت قاعد بتعرضه للزلمه يا حرام انه يجمع هالنفايات، هو ما بيعرف يجمع، يعني ادوكيتد بمسكها وبطبقها فوق بعضها، انت يعني اخذت يعني مشكلته، عرفت؟ فحرام عرضته لهي المشكله. فهي الكونتاكت، جاون وجلوفز، دروبلت ايزوليشن، ايربورن، سندروميك. I guess we come to the end of our presentation اللي هي خلصت، بس هذا لسلامتكم، وبنتمنى انه نشوفكم ان شاء الله بالراوندات وتكونوا ملتزمين عشان تحافظوا على يعني اول شيء علاماتكم، وثاني شيء صح يعني هي اولا صحتكم فعليا، وثاني شيء علامات. في سلايد برونكيولايتس ادمشن. وينو؟ البرونكيولايتس ادمشن انديكيشنز مطلوبه، هي تقريبا نفس النمونيا. دقيقه بالله بس. البرونكيولايتس انديكيشنز اوف ادمشن هذول ضروريات، هم تقريبا نفس النمونيا بس الاوتوسات اقل، ولينج ايج ليس ذان 6 مانس، وبور اورال انتيك، ابنيا، ساينوسيس، كوموربيديتيز، ان ابيليتي تو بي كيرد ات هوم. ثانك يو، شكرا لك. مطلوبين هذول، بيجي عليهم اسئله. نعم.